قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بتخصيص فقرات استشفائية للاعبين في الجيم وفي الملعب في إطار البرنامج الذي تم وضعه لتجهيز الفريق لمواجهة الاتحاد الرياضي المنستيري في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا. ويحرص كولر ومعاونيه على تقسيم لاعبي الأهلي إلى مجموعات خلال المران قبل أن يتم إجراء تقسيم شامل للجميع من أجل تنفيذ خطط ورؤية الجهاز الفني للفريق. توجه الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي أمس الجمعة إلى صالة نابل لخوض المران الرئيسي استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس بعد القيام بالتحضيرات النهائية للفريق، حيث أجرى اللاعبون تدريبات بدنية قوية داخل الجيم. ويجهز البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك برنامجا خاصا للاعبين الدوليين بعد عودتهم من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولية التي انتهت مساء الثلاثاء الماضي. وطلب فيريرا من جهازه المعاون تقريرا مفصلا عن اللاعبين الدوليين وماذا قدموا خلال المباريات الدولية التي لعبت ومساهمة كل لاعب وتقييما لمستواه خلال هذه الفترة. طلب البرتغالي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقريرا مفصلا عن منتخب إسواتيني منافس أولمبي الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس لعام 2024. يخوض منتخب الكرة النسائية بقيادة محمد كمال المدير الفني للمنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب الأردن يومي 6 و 9 أكتوبر في فترة التوقف الدولي من أجل الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبات قبل بداية مشوار التصفيات الإفريقية القادمة. وتنتظم لاعبات المنتخب في معسكر مفتوح بداية من اليوم السبت ولمدة 3 أيام ثم الدخول في معسكر مغلق قبل خوض المباراة الأولى. ينتظر ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مباريات نارية خلال شهر أكتوبر ما بين بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أبرزها موقعتي أرسنال متصدر ترتيب البريمير ليج ومانشستر سيتي حامل اللقب. ويسعى ليفربول إلى استعادة التألق خلال المباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي للحاق بركب المنافسين على اللقب. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بجائزة لاعب شهر سبتمبر في البريمير ليج بعد منافسة مع البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي.
مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى ختام الأخبار الرياضية، وعودة مرة أخرى للزميلة منا لاستكمال فقرات هذا الصباح.